بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم. في الأول بحب أقول ألف مبروك لكل طلاب الثانوية العامة. فلو أنت حابب تعرف التنسيق وكمان طريقة التقديم، تابع معانا الفيديو وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وتعالوا مع بعض نشوف الفيديو. أهلا بيكم من جديد. النهاردة إن شاء الله نقول مع بعض إيه هي خطوات التقديم للجامعة. اول حاجه بروح للمدرسه بتاعتي، بجيب حاجه اسمها استماره الثانويه العامه. الاستماره دي في حدود 57 جنيه، فانت تعمل حسابك في فلوس زياده. الاستماره دي في تحت في اخر الاستماره حاجه اسمها الرقم السري. الرقم السري ده اللي انا بقدم بيه للكليه. لو انت هتقدم لكليه فيها اختبار قدرات، هنعمل خطوه مهمه جدا، الا وهي هنروح على موقع التنسيق. الموقع التنسيق بتاع اختبار القدرات ده فعلا فتح من يوم 8/8 وينتهي ان شاء الله يوم 20/8. طبعا بتدخل بالرقم القومي وكمان رقم الجلوس، هتلاقي بياناتك، هتتاكد ان هي صح. تمام. بعد كده بتختار الكليه اللي انت هتقدم لها ونوع القدرات اللي انت هتمتحن فيها. بعد كده بتطبع حاجه اسمها الاستماره اللي هتروح بيها ان شاء الله تمتحن اختبار القدرات. بعد كده بنعمل حاجه اسمها تسجيل الرغبات. تسجيل الرغبات ده بيتم على 3 مراحل، مرحله اولى وثانيه وثالثه. كل مرحله لها مجاميعها. فمثلا المرحله الاولى ان شاء الله هتبدا يوم 22/8، مثلا هتقبل من اول 85% لغايه 100%. لو انت مجموعك موجود في الحدود دي هتقدر ان شاء الله تقدم في المرحله الاولى عن طريق موقع التنسيق. ان شاء الله الرابط بتاعه موجود في الوصف اسفل الفيديو. طبعا بتخش بتختار الكليات اللي انت عايزها، مثلا حسب بقى انت عايز تدخل هندسه او طب او غيره. بعدها بتستنى كده علشان النتيجه بتاعتك تظهر على الموقع. المرحله اللي بعد كده حاجه اسمها تقليل اغتراب. تقليل اغتراب اللي انا بقرب المسافات. تقليل الاغتراب ده بيشمل حاجتين، انا ممكن اغير من محافظه لمحافظه او من كليه لكليه. فمثلا انا كنت مقدم كليه هندسه جامعه القاهره، لقيت نفسي موجود في جامعه المنوفيه، لا، فانا بحاول اقلل المسافه وقال الاقتراب بتاعي، مثلا خليني في جامعة القليوبية أو الجيزة أو أقرب حاجة من القاهرة. بالنسبة للتحويل برضو من كلية لكلية، لو أنت مثلا مقدم في كلية فنون جميلة وعايز تحول لحقوق أو غيره، ممكن تحول عادي في تقليل الاقتراب، بس بشرط يكون مجموعك جايب الكلية اللي أنت رايح لها. بعد ما النتيجة بتاعتنا بتظهر بروح لموقع التنسيق برضو وأطبع حاجة اسمها بطاقة الترشيح. بطاقة الترشيح دي ده عاملة زي الوصل اللي بيثبت اللي انت قابلت في الكلية، بطبعه او اعمل له سكرين شوت واحتفظ بيه معايا. وصلنا لاخر مرحلة بالسلامة الحمد لله، اللي هو التقديم في الكلية نفسها. لما الكلية تفتح باب التقديم هنروح، متنساش معاك مجموعة من الاوراق. زي اول حاجة محتاج استمارة الترشيح اللي لسه طبعناها من شوية، بجيب الاصل بتاعي وكذا صورة منها. محتاج شهادة الميلاد برضو، اصل ومجموعة من الصور. محتاج صور شخصية، حوالي 10 صور شخصية للطالب. وكمان محتاج حاجة اسمها استمارة الكشف الطبي. مثلا أنا قابلت في جامعة اسكندرية، فبعمل استمارة كشف طبي من على النت، بدخل على جوجل وأكتب استمارة الكشف الطبي جامعة اسكندرية، بيدخلني على الموقع، أكتب بياناتي وأعرف الميعاد وأروح أعمل الكشف الطبي وأطبع الاستمارة دي وأحطها مع الورق. من ضمن الأوراق المطلوبة كمان حاجة اسمها نموذج 6 جند. 6 جند ده خاص بالرجاله، خاص بالشباب عشان اجل لهم الجيش. وكمان بصور البطاقه بتاعتي كذا صوره برضو، استماره الثانويه العامه اللي انا جبتها من المدرسه، كمان بطاقه الترشيح، وكمان شهاده الميلاد تكون جديده، والصور الشخصيه، ونموذج 6 جند، واستماره الكشف الطبي. وطبعا بعمل حسابي برضو في مصاريف الكليه علشان لو في فرصه ان انا اسدد المصروفات وانا رايح هناك تبقى برضو فرصة كويسة. وان شاء الله تابعوني في الفيديوهات الجاية عشان مع بعض هنعرف ازاي نقدم بشكل عملي للكليات في موقع التنسيق. بشكركم لحسن المتابعة. كان معكم مستر محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.